بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا معهم يا رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب العاشر من الكتاب السابع عشر، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكرة الصغيرة. قلنا أن هناك ولاية تسمى ولاية إجبار وولاية اختيار. ولاية الإجبار تكون للأبي فقط، الأبي وإن على، يعني الأب والجد وهكذا. للصغيرة، المرأة الصغيرة له أن يزوجها بولاية إجبار دون إذنها لكمال شفقته عليها. يعني ليه؟ احنا مطمئنين انه مش هيظلمها. لماذا؟ لكمال شفقته عليه، وان هذه الولاية لا تنسحب لأي ولي آخر، تكون للأبي وإن على فقط. في بعض مذاهب المسلمين قال هي لكل ولي ولها الاختيار إذا إيه؟ إذا كبرت، زي الأوزاعي مثلا. بعض مذاهب المسلمين قالوا ولاية الإجبار لكل ولي ولها الاختيار عند كبرها، لما تكبر تختار يستمر العقد ولا تنهيه، واضح؟ لكن الشافعية قالوا هي ليست لكل ولي، وكذا الجمهور يعني، بل هي للأب والجد وإن على، يعني الأب وإن على، الأب وإن على يعني يدخل فيها الجد كمان لكمال شفقتهم، وليس لها اختيار إذا كبرت، يعني ينفذ العقد بلا اختيار لها إذا كبرت. باب تزويج الأب البكرة الصغيرة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 44 بعد 503. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، يعني العقد تزوجني لست سنين، يعني عقد علي، وكانت ابنة ست سنين. طبعا يعلم منها أن أبي بكر لم يأخذ إذنها لأنها صغيرة، فدل على الولاية الأب بالإجبار بدون إذن. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي، يعني الدخول، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وقلنا أن التسع سنين في زمان النبي وفي بيئة النبي كانت فترة كافية لأن تكون المرأة صالحة للجماع، وتختلف السن باختلاف البيئة والغذاء وتغير أحوال الناس، وبالتالي بتسع سنين ليست قاعدة مستمرة طول العمر، ده على حسب. وأشكر الصحيح عند الشافعية أن وقت الدخول يكون عندما تطيق المرأة الجماع ولا تحديد لسن، يترك للعرف، فهمت؟ ده الصحيح عند الشافعية. لكن وقت العقد يجوز في أي سن، وللحاكم أن يقيده، زي ما قلنا بالأمس الحاكم يعني القانون، فالقانون المعاصر الوقتي بقى قيده بسن معين، قال لك 16 سنة، أقل من 16 سنة ما ينفعش يعمل عقد. ليه؟ لأن الحاكم وجد أن الناس أساءوا استخدام هذا الحق فقيده، واضح؟ يبقى الشرع لما يعطيك حق واسع بيعطيك حق واسع وأنت عندك رشد ونضج تستطيع أن تستعمله بطريقة غير خطأ. فإذا بان أن الناس فقدوا نضجهم ورشدهم في استخدام هذه الحقوق
فللحاكم أن يقنن القوانين التي بها يمنع سوء استخدام هذا الحق. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي القانون دلوقتي قال إن المرأة ما يعقدش عليها حاليا المصري يعني 16 سنة أقل حاجة، والرجل 18 سنة أقل حاجة، أقل من كده المأذون ما يعملش العقد. واضح؟ في عيال بقى مش فاهم يقول لك ده غير شرعي، الشرع ليه؟ ما هو غير شرعي، مش مين قال إن هو غير شرعي؟ الشرع يقول إن في أي سن وللحاكم أن يحدد أي السن. الشرع يقول في أي سن وللحاكم أن يحدد السن المناسب إذا أساء استخدام الناس الحق الواسع. فاهم؟ ما هو أنت الطريق دلوقتي مباح لك إنك أنت تعدي الطريق في أي وقت. لما عملوا كده في وجود سيارات لقوا حوادث وناس هتموت. قاموا عملوا إشارات مرور وقال لك أما تشوف اللون الأحمر إيه؟ ليك إنك أنت تعدي. ليه؟ لأن صاحب السيارة هيقف. وما تشوف النور الاخضر يبقى السياره معديه، يبقى في الحاله دي تقف. اشارات المرور اللي تمنعك من حريتك انك تتحرك في اي وقت اتعملت ليه؟ لكف ضرر بسبب سوء استخدام الحق المرور. فهمت ازاي؟ وبالتالي كل حق اذا اساء الناس استخدامه للحاكم ان يقنن القوانين التي بها يكفل للناس مصالحهم. والحاكم اللي هو القانون اللي هو هيئة التشريع، مش الحاكم اللي هو رئيس الجمهورية. الهيئة التشريعية اللي هي مسؤولة عن تشريع القوانين وسن القوانين. فهمت بقى المسألة؟ مش يجي بقى العيال التانيين يقول لك لا عايزين نص في القانون والدستور ان المرأة تتجوز في سن 9 سنين. شفت الحاجة اللي تضحك؟ حاجة يعني تضحك ايه؟ الثكلة. يعني حاجة تخلي المرأة الثكلة اللي فقدت ابنها تضحك من الهبل اللي بيحصل. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الصحيح أن للحاكم أن يحدد السن الذي يراه مناسبا بسبب سوء استخدام الحقوق الواسعة التي كفلها الشارع. يبقى الشارع كفل حقوق واسعة على أن الذي يستخدمها عنده رشد ونضج وفاهم. طب طلعت ناس دلوقتي لا ناضجة ولا فاهمة وجهلة، يعمل ايه الحاكم؟ يسيبهم يعكوا ولا ينظم الحياة؟ فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي هذه الأمور لابد أن يكون هناك لها نظام. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا. ما تزوج سنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة كان الدخول بستنا عايشة، والعقد على ستنا عائشة كان قبل الهجرة. فهمت بقى؟ بسنة. دخل بيها بعد بدر. بدر كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، والدخول بستنا عائشة في شوال بعد غزوة بدر على طول. فهم؟ المدينة كان فيها حمى، فمعظم المهاجرين لما راحوا أصابتهم ايه؟ الحمى، حمى المدينة. منهم ستنا عائشة لما هجرت مع أبيها مع أهلها وصلت المدينة أصابتها ايه؟ وعكت يعني أصابتني الحمى، حمى المدينة، يعني معنى فوعكت شهرا. فوفى شعري جميمة من شدة الحمى، شعرها تساقط كويس، وبعد ما خفت ومر السنتين كان شعرها ابتدى يطول شوية، وصل لجميمة تصغير جمة، والجمة إذا كان الشعر يضرب ما بين المنكبين. واضح؟ يعني لما يبقى الشعر طويل كده ينزل على المنكبين، ما بعد المنكبين يسموه جمة. طب ولو كان يوصل للمنكبين يسموه لمة. كويس؟ طب ولو يوصل لشحمة الأذن أقصر شوية يسموه وفرة. يبقى عندنا 3 أوصاف للشعر حسب طوله. إذا وصل لشحمة الأذن يسموه وفرة، إذا وصل إيه ألم بالكتفين أو المنكبين يسموه لمة، وإذا طال على ما بين المنكبين يسموه إيه جمة. هنا بتقول جميمة تصغير جمة، يعني كأن إيه من شدة الحمى بقى شعرها غير غزير، يعني ما بقاش غزير، غزارة الشعر بقت قليلة بسبب إيه الحمى اللي أصابتها.
فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان، أمها، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، بتتمرجح يعني، كانوا يعملوا كده حبل بين نخلتين ويتمرجحوا العيال عليه يلعبوا، واخد بالك ازاي؟ فهي قاعدة بتتمرجح ايه وبتلعب مع ايه؟ مع صواحبها. فصرخت بي يعني نادتني، صرخت بي يعني نادتني، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت لأنها جت بتجري، لما الواحد بيجري ويوصل يبقى بينهج، فقلت بتقول لي يعني، فهمت على طول انها جاءت ايه مسرعة. فأوقفتني على الباب فقلت حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني ايه الستات اللي هم الكوافرات بقى بتوع الأنصار خدوها يزوقوها للعريس، فاهم؟ فأما نادتها خدتها علشان ايه يزوقوا. فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، خير طائر يعني ايه اللي هو الفأل الحسن، يعني الطائر يسموه الفأل الحسن. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. ضحوة هذا اليوم إيه؟ يبقى دخل بها ضحى اليوم، يبقى يجوز الدخول بالمرأة ليلا أو نهارا في أي وقت حسب إيه؟ الاتفاق. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وعن أبي قال وكانت العادة في الفترة دي أن 9 سنين أول الحيض، يعني دليلنا دخل بها بعد ما حاضت يبقى وصلت البلوغ، مش دخل بها قبل البلوغ، وعشان كده عند الشافعية أقل سن للحيض 9 سنين ولا حد لأكثره. فإن رأت دما المرأة قبل 6 سنين يبقى استحاضة وليس حيضة، يعني افرض بنت عندها 6 سنين نزل منها دم، حكمه ايه في الشرع؟ يقول لك استحاضة وليس حيضة، يعني لا تمتنع منه من الصلاة وليس حيضة، واضح؟ ولا تمتنع من قراءة القرآن لأنه ليس حيضة. إذا نزل منها وقد بلغت 9 سنين فما زاد يبقى حيض، واضح؟ لأنه أقل سن للحيض هي 9 سنين ولا حد لأكثره، يعني ممكن واحدة تحيض عند سن 15 سنة، واحدة تانية 16، واحدة 14، في مصر هنا 11، معظم البنات في مصر يحيدوا على سن من 11 ل 12، طبيعة الجو بتاع مصر كده، تنزل تحت شوية أوغندا وقرب خط الاستواء تلاقيهم يحيدوا على سن 9 سنين عشان الشمس حارة وبيستوي بدري بدري، فهمت ازاي؟ لان العمليات الفسيولوجيه بتزيد مع الحراره، فتلاقي الجسم نشط 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 يكبر اسرع، فهمت ازاي؟ كل ما تروح بقى في البلاد اللي بارده زي في سيبيريا تلاقيها يمكن تحيض على سن 16 سنه، ليه؟ لان بروده شديده، فين بقى على ما تكبر، فهمت ازاي؟ وهكذا يبقى تختلف باختلاف الاجواء، وبالتالي ما ينفعش نحدد السن ده في الدستور. شفت الحاجات المضحكة بقى؟ عايزين يحددوا السن في الدستور. شفت إن الأطفال الجماعة دول لما طلبوا العلم بغير مشايخ عرضوا الإسلام بطريقة مضحكة حتى الناس بقت تتقزز من كلامهم. لازم تطلب العلم على المشايخ عشان تفهم. فربنا يهديهم. لكن هو ربنا أراد يظهر فهمهم السقيم للناس على الملأ علشان الناس كانت مغرورة فيه. وربنا أراد كده سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 7 سنين
الله، ده لسه قايل لك 6 سنين. ايوه اصل العرب يا سيدي 6 سنين وكم شهر. ففي بقى ناس يجبر لك الشهور يخليها سنه كامله. اصل كلام العرب كده بالبركه. تيجي تشتري انت مثلا حاجه بايه ب 900 جنيه، يجي واحد يسالك جبتها بكام، تقول له ب 1000، تقربها له يعني. هي طريقه العرب كده، فهمت ازاي؟ فالروايه اللي قالت 6 سنين يعني 6 سنين وكسر. طب والروايه اللي قال 7 سنين يعني جبر الكسر فجعلها 1 صحيح، تبقى 7 سنين. مش يجي يقول لك شوف تناقض ازاي، اول سطر يقول لي 6، هي 6 ولا 7، ويعملها بقى ايه اشكال، كانه هما بيفهمش الناس بتتكلم ازاي. لابد تعرف الناس بتتكلم ازاي. لما تبقى 6 سنين و4 شهور او 6 شهور، طب ما ممكن نقول عليها 7 وخلاص، فهم؟ تقريبا على سبيل التقريب جبر الكسر يعني. وعشان كده ورد برضو احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه مكث في مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين ومات على رأس 60، لانه شال الكسور. هو عاش في المدينة 13 سنة فشال 3 سنين، قربها لأقرب ايه عشر، وعشر سنين وشال 3 سنين، او ما حسبش سنة المولد وسنة الوفاة وخلاص. كل ده جائز، ما هو وارد في حديث ابن سنن الترمذي قرأناها، فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من طريقة العرب في الحساب. طريقة العرب في الحساب ساعات تقرب الى اقرب ايه عشرات وتشيل الكسر، وساعات تقرب للادنى وساعات تقرب للاعلى. وعلشان كده وردت روايات انه مات على راس 65 سنه كمان، وهو مات 63، يبقى قربها للاعلى. فهمت ازاي؟ طريقه العرب كده. فعلشان تفهم تقرا السنه لازم تفهم اسلوب العرب في كلامهم وتعاملاتهم مع الناس، والى الان طريقه الناس في التعامل كده برضه بالتقريب. فهمت ازاي؟ وليس بالتحديد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 7 سنين، وزفت إلي وهي بنت 9 سنين، ولعابها معها، يعني لسه اللعب بتاعتها معاها. اللي عارف أنت البنات بيبقى معاها إيه، عرايس تلبسها وتحميها وتشغلها عشان تتعلم التربية، واخد بالك؟ والنبي أجاز استخدام هذه الأشياء بالرغم أنها التماثيل للعب الأطفال. فهمت إزاي؟ يبقى مستثناه من حرمة اقتناء التماثيل. لعب الأطفال مستثناة من حرمة اقتناء التماثيل، لماذا؟ لأنها منتهكة مش مكرمة. كل بتنيمها وتقعد عليها وتلعب بيها وترميها كده فإيه؟ غير التمثال اللي يحطوه كده محترم كده محدش يقرب له. ده اللي يحرم استعماله. واضح؟ ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. كانت عادة العرب في الجاهلية قبل الإسلام يتشأموا من شهر شوال في الزواج، يتشأموا، يعتبروا شهر شوال ده شهر شؤم، فما يرضوش يتزوجوا أولادهم فيه ولا يختنوا أبنائهم فيه، ما يرضوش حتى يسافروا فيه. سفر وشوال، ما عرفش كان إيه كده، يتشأموا من سفر وشوال. واضح؟ فدي عادة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه العادات، وكان يحب الفأل الحسن ويقول لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تشاؤم. فتزوج 60 عائشة في شهر شوال على خلاف عادة ايه الجاهلية، حتى يكسر ايه عادات الجاهلية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، يعني كنت عايشة في بركة كبيرة في الشؤم ولا حاجة.
يعني هي كانت الزوجة المفضلة عند النبي بعد سيدنا خديجة صلى الله عليه وسلم. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، يعني قرايبها كانت تحب سيدنا عائشة ما تزوج أقاربها قريبتها تجعل إيه بنائهم في شوال تيمنا بأنها ساعدت في زواجها مع النبي ودخل بها في شوال. وأصبح الآن لحد دلوقتي وإلى يوم القيامة البناء في شوال سنة، يعني إذا الإنسان قدر يعني ينفذها ووقته كان يسمح يبقى تبقى لطيفة. لكن إيه المهم حسب وقتك برضه، افرض أنت هتكون مسافر في شوال ده مش هتبقى موجود، خلاص اتجوز في أي وقت بس المهم تتجوز والمهم يوافقوا، فاهم؟ لكن لو تيسر ليك خطبت مثلا قبل رمضان بثلاث أربع شهور وبعدين عقدت قبل رمضان بشهر والشقة جاهزة، خلي بقى الدخل في شوال ظروفك تسمح، فهمت ازاي؟ تراعي هذا. وعن أبي قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. هنبتدي بقى نخش في موضوع الزواج، يبتدي بإيه؟ بإنك تختار الزوجة، ولما تختارها تخطبها، وبعد ما تخطبها تعقد عليها، وبعد ما تعقد عليها تدخل بها، فهيبتدي بقى يمسك لك إيه خطوة خطوة بقى. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، يبقى بداية الاختيار بيكون بالمظهر، عايز الأول مظهر جميل وبعد كده تسأل على المخبر الأخلاق الطيبة، فهمت ازاي؟ دي البداية قبل الخطوبة. يستحب النظر طبعا لوجه المرأة وكفيها قبل الدخول، قبل الخطبة يعني، قبل الخطبة، لأن ده أحرى إن هو لا يتراجع بعدما يتقدم فيكسر خاطرها. والجمهور أنه لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها لحاجته في اختيار الزوج، يبقى يجوز النظر لوجه المرأة للحاجة كالبيع والشراء وعند الشهادة وعند القضاء وعند الامتحان الشفوي وعند التحقق من شخصيتها في الدخول في الأماكن العامة المهمة، واخد بالك، وكذا عند الخطبة وعند الطبيب. يعني البواب اللي قاعد على العمارة المفروض ان المرأة الساكنة اللي هي منتقبة اول ما تخش تكشف وجهها عشان يبقى عارف ان دي الساكنة اللي في الشقة الفلانية، لان في عمارات بتبقى فيها 100 شقة او 200 شقة، وقاعد البواب والامن قاعد لو دخل له واحدة منتقبة وخارجة واحدة منتقبة هيعرف منين السكان ومنين مش السكان، هيعرف منين؟ يبقى الشرع الشريف يأمره انه يقول لك شافي وجهك عشان يتحقق من شخصيتك، انت ساكنه في الشقه الفلانيه ايه، والا ينبني عليها جرائم. لو واحد موظف امن قاعد على بنك لازم يتحقق من شخصيات اللي داخلين واللي خارجين، قاعد في مصلحه حكوميه هامه، في مكان عسكري مهم، في عماره مهمه، في وقت ما فيش فيه امن وكثرت السرقات وكثرت الافعال الفاحشه، يبقى في الحاله دي يجوز كشف المراه وجهها للتحقق من شخصيتها. الشرع بيقول كده، لكن اللي ما يعرفوش الشرع بيقول غير كده. يجي الراجل يقول لك شوفي وجهك عشان اتحقق، يقول لك شوف مجرم يخالف الشرع الشريف وعايزين يقتلوه، وهو بيحقق الشرع الشريف، لان الشرع الشريف انه يطلب الامن والامان ويحقق وظيفته، هي وظيفته انه يتحقق من شخصيتها، فاهم؟ ويبقى ايه يجوز النظر لوجه المرأة إذا أراد أن يخطبها، وإذا في حالة البيع والشراء في العقود البيع والشراء، أنا هبيع سيارتي لامرأة تجي لي منتقبة وأعمل العقد؟ طب ما تجي لي أي واحدة منتقبة تقول لي اديني السيارة أديها لواحدة تانية يعرفني إن هي دي اللي أنا عقدت معاها. يبقى عند عقود البيع والشراء لازم الإيه؟ تعارف العاقدين، المتعاقدين لازم يبقوا عارفين بعض علشان انت هتسلم وتستلم، والا هينبني عليه مفاسد، فهمت؟ مش شرط بقى تقول لي وانا بشتري سندوتش، السندوتش ده محقرات مش هينبني عليه مشكله، لو هي بتشتري سندوتش بتشتري كيلو جبنه
تشتري حاجه من السوبر ماركت مش مهم تبين وجهها، لان دي امور محقرات مش هينبني عليها، انما بتشتري عقار بملايين الجنيهات حاجات مهمه، فهمت ازاي؟ او قطعه ارض او شيء من، لازم تبين وجهها علشان العاقلين يبقوا عارفين بعض ويتحققوا من شخصيه بعضهم البعض. كل دي الشرع يقول لك عليه، راح عند القاضي تشهد، لازم تكشف وجهها امام القاضي وتحلف اليمين ويتحقق من شخصيتها وياخد شهادتها، وكذا عند الطبيب للكشف عشان يعرف يكشف عليها، شوف لون عينيها عندها صفرة ولا ما عندهاش، شوف شفايفها شاحبه ولا مش شاحبه. ده احيانا من رائحه نفس المريض تعرف المريض ده عنده كلى ولا عنده الكبد بتاعه، بس من رائحه نفسه. يبقى تكشف وجهها عند الطبيب، وكذا لما تكون مدرسه في الفصل، وكذا لما تكون طبيبه في ايه؟ في عيادتها بتعالج المرضى، وانت هتاخد زوجتك تكشف عند امراه منتقبه؟ ايه عرفك؟ ما يمكن راجل منتقب وعامل نفسه ست ودكتوره نساء وهو راجل، ايه عرفك؟ فلازم في عياده النساء والتوليد تبقى كشف وجهها. الحكيمة والطبيبة وكل اللي قاعدين في عيادة النساء والتوليد لازم يكون لهم كاشفين وجوه، علشان نبقى عارفين احنا بنودي زوجاتنا لمين، فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي مهمة، الشرع بيقول كده على فكرة، واللي بيقول غير كده يبقى مش فاهم الشرع. وعلشان كده كرهوا الحكام في النقاب، لما استخدموا النقاب بطريقة خطأ كره الحكام النقاب اصلا، لدرجة ان ابتدت تصدر قوانين بمنع النقاب. ليه؟ بسبب استخدام هذا الحق. لما ساءوا استخدام هذا الحق ابتدى ينبني عليه مفاسد، فلما انبنى عليه مفاسد ابتدوا المشرعين ينصوا على عدم ايه؟ استعماله. في حين ان لو استعملناه بالطريقه الشرعيه، ان قبل بسيه في الشارع في وسائل المواصلات العامه، وانت ماشيه في الشارع في وسائل المواصلات العامه مفيش مشكله، دخلتي مكان عملك اكشفي النقاب، دخلت مكان بيتك عمارتك تكشفي النقاب عشان الناس تعرف شخصيتك. الطالبة اللي بتمتحن شفوي تكشف النقاب، وهي داخلة باب الجامعة تكشف النقاب عشان يعرفوا ان دي طالبة اللي موجودة معانا في الجامعة. ما يخشش واحد ومعاه ملوتوف ولابس مش عارف منتقب ويدخل مدينة البنات ويعني من نفسه منتقب، فهمت ازاي؟ يبقى مسؤول الامن مخطئ في هذه الحالة، وهكذا. شفت بقى الشرع الشريف لطيف ازاي؟ ولو استعملنا الشرع الشريف بالصحيح ما لا تجد نقد للاسلام ابدا، لكن النقد ياتي للاسلام من جهه سوء تطبيق الايه؟ احكام الشرع والجهل باحكام الشرع. فناخد بالنا من الحكايه دي. احنا كنا في كليه الطب زمان سنه كام؟ 75، كان بيبقى عندنا امتحانات شفوي، وكان طالعه الجامعات دي جديده، الجامعات الاسلاميه دي، والبنات منتقبات. يجي يوم الشفوي الاساتذه كبار، عايز يتحقق من شخصية الطالبة اللي قدامه علشان يمتحن، يقول لها يا بنتي اكشفي النقاب انا ما اعرفش امتحنك من ورا ستارة. تقوم تطلع تعيط وترفض تمتحن، وتقول ان العيال الشباب بتوع الجماعة الاسلامية، يقوموا يقفوا يتظاهروا على باب اللجنة. حركات كلها جهل بجهل، لما كرهوا الاساتذة الكبار في الدين، وبقوا بعد كده يدوا درجات وحشة للطالبات المنتقبات والطلبة الملتحين. بقوا يدون طلبات درجات وحشه مخصوص كده حتى لو مذاكر. ليه؟ بسبب سوء فهمي. شفنا الحاجات دي وقاسينا منها يعني واحنا طلبه زمان، العقليه الفاسده دي اللي تكره الناس في تطبيق الدين والشرع الشريف، وتجعل الدين غير صالح لتطبيقه في اي عصر ولا في اي مكان. فلازم نرجع تاني للفهم الصحيح للشرع الشريف. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها يعني قبل ان تخطبها وتتزوجها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، يعني ممكن يبقى في طبيعه في عينهم كده انت ما تحبهاش، واخد بالك؟ وعن ابي قال وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. الأوقية 40 درهم. 4 أواق يعني المهر بتاعها كان إيه؟ 40 × 4 = 160 درهم. على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. لا غالي أوي يعني، مهر كبير أوي. النبي ما كانش يحب الغلاء في المهور. قال: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك. يعني جاي عايز ياخد من النبي المهر. فقال له: طب وليه اتفقت على حاجة كتيرة؟ على أي حال احنا ما عندناش الوقت حاجة نعطيك، لما يجي غزوة من الغزوات نبعتك يمكن ايه يقسم لك قسم. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. لا حد لإيه؟ للمهر كثرة أو قلة، واخد بالك؟ لا حد الراجح، لكن عند الأحناف وكذلك قول عند المالكية حد له حد أدنى. قالوا: هو حد قطع اليد في السرقة 1/4 دينار، أقل حاجة يبقى 1/4 دينار، لأن ما تقطع به اليد هو 1/4 دينار. واضح؟ 1/4 دينار يعني قد ايه دلوقتي؟ يعني حوالي جرام ذهب. جرام الذهب دلوقتي ثمنه كام؟ 300 جنيه مثلا، واخد بالك ازاي؟ يبقى حاجه مثلا اقل حاجه، اقل مهر يبقى مش اقل عشان 300 جنيه، ده قد ايه؟ قول عند المالكيه. وكذا عند ايه؟ الاحناف، حدوها بايه؟ بما يقطع به. عندهم بيقطع في 10 دراهم قال لك يبقى 10 دراهم. واخد بالك؟ وعندهم في قطع بربع دينار يبقى 1/4 دينار، وهكذا. لكن عند الشافعية لا حد أدنى ولا حد أعلى، متروك لإيه؟ للاتفاق. حتى إلى درجة إن هي ممكن تتنازل عن مهرها بالكلية وتوافق على ذلك، خلاص لا شيء فيه. واضح؟ حتى أنه يجوز عند الشافعية أن يكون المهر خدمة، مقابل خدمة يعني. عشان كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم زوج واحد على انه يعلمها قرآن، يعلمها القرآن يعني مهرها انه يعلمها القرآن، خدمة هو. واخد بالك؟ لكن طبعا الاحناف قالوا لابد ان يكون متمولا، شيء يتمول يعني يباع ويشتغل. الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. حديد يعني ده ايه؟ يعني كان رخيص قوي خاتم الحديد. وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. كأن بيقول 500 يعني ده الحد الاقصى يعني، وده طبعا متروك للعرف بتاعهم ايام زمان. شوف انت تكاليف الجهاز زمان كانت ايه ودلوقتي بقت ايه، تختلف طبعا. ما يجيش بقى واحد يقول لك احنا عايزين نحدد في الدستور ان اقصى مهر 500 درهم. 500 درهم يعني كام؟ هو الدرهم 2.9 جرام فضه، تضربها في 500 شوف يطلع كام. يطلع حوالي مثلا 1300 وشويه، 1400 مثلا، يعني كيلو فضه و400 دي اقصى حاجه. شوف انت كيلو الفضه و400 بكام دلوقتي؟ يعني يطلع له حوالي بتاع 20,000 جنيه. يطلع كام؟ حوالي 400,000 جنيه. كيلو فضة؟ كيلو ذهب. لا احنا بنقول في الفضة، لما نتكلم في الفضة يطلع حوالي ايه؟ بالكتير او 20,000 جنيه. يبقى اقصى مهر ما يزيدش عن 20,000 جنيه. واخد بالك؟ كان ايامهم كده بقى، لان مصاريف الجهاز والتكاليف والمطالب المعيشة كانت تناسب هذا المبلغ. فما يجيش تعملها لي في الدستور. فهمت ازاي؟ يبقى لازم نراعي الحاجات دي كلها.
ادي ميزة ان الواحد يقرأ في الكتب القديمة وبعدين كيف يوقعها على ايه؟ على الوقت المعاصر. لان في فرق. الدكتور علي جمعة كان ليه كلمة مشهورة يقول لك ان في ناس عايزة تعيش زمن النبي مش عايزة تعيش منهج النبي. وزمن النبي فات ما تعرفش تجيبه تاني. الجماعة الوهابية والسلفية عايزين يعيشوا زمن النبي. طب ما هو زمن النبي فات، احنا عايزين نعيش منهج النبي الصالح لكل زمان ومكان. في فرق من العقلية اللي هي تريد ان تبحث عن منهج النبي فتطبقه في اي زمان وفي اي مكان وفي اي عرف من الاعراف، وفي عقلية تانية ضيقة عايزة تعيد زمن النبي. طب والزمن لا يعاد، عايزنا نرجع زي زمان؟ قل للزمان ارجع يا زمان، مش هيرجع الزمان. فهمت ازاي؟ مش هيرجع الزمان. طالما مش هيرجع الزمان وانت عايز تطبق الاسلام في زمن النبي، كانك انت بتقول غير صالح لاي زمان ولا مكان. كانك بالظبط بتقول كده، بتعجز الناس، كان بتقول للناس اكفروا واخرجوا من هذا الدين. هذه العقليه توصل الى الكفر. فهمت ازاي؟ وتركوا الدين لانه هيجد غير صالح لزمان، هيعمل ايه؟ عشان كده في ناس كتير ارتدت في الفتره الاخيره. نسبة الارتداد وترك الصلاة كثرت في 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 ناس كتيرة لأن ظنوا إن الإسلام بهذا ضيق الأفق. فهمت بقى إزاي؟ فناخد بالنا. يؤيد كلام المستشرقين ويؤيد كلام المستشرقين إن هو غير صالح لكل زمان ومكان، ويؤيد كلام كل الكفار. فلازم نرجع إننا نطبق منهج النبي وليس زمن النبي، الزمن عدى خلاص وتغيرت الأحوال والأعراف ووسائل المعيشة. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حا قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. وربنا بيقول وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدي واحدة سمعت الآية فراحت للنبي قالت أنا وهبت لك نفسي. كويس؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ. يبقى لا يجوز للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليه. والنبي نظر إليه. فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وآله وسلم ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وهنا دليل على ايه؟ على انك انت اذا كنت ترفض الزواج بامرأة عرضت نفسها عليك عليك ان تسكت افضل من ان تجرحها بالكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فسكت. السكوت علامة الإعراب. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن السكوت هنا مش علامة الرضا على فكرة، لأن الرجل ما يستحيش. السكوت علامة الرضا في البكر. لكننا السكوت هنا علامة الإعراب، لأن عرضت نفسها على النبي، فالمفروض إنه يقبل أو يرفض. والرجل لا يستحي. فالنبي لما سكت دليل أنه أعرض، بس استحى أن يصرح. فهمت ازاي؟ فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم فقعدت استنى رزقه. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. مش هي وهبت نفسها ليك؟ إن لم تقبلها لنفسك فأنت ولي لها فزوجنيها بقى. ما هي جعلت عصمتها في يده ولايتها في يده، له ان يزوجها لنفسه او لغيره. فهمت ازاي؟ فالرجل ده الظاهر كان بيبحث عن زوجه، فلما لقى النبي ايه اعرض عنها فقال له يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجني، لان اعتبر النبي ولي لها بقى خلاص. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. ودل ايضا على ان الواهبه لا تستاذن. النبي ما قالهاش ايه رايك؟ لأنها وهبت نفسها خلاص، يبقى فاضت أمرها، يبقى فقر إيه؟ يبقى سلبت إيه حقها في الإذن. فهمت بقى؟ فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟
يعني عشان يبقى مهر يعني. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. دل على ايه؟ عدم كراهة استخدام خاتم الحديد، لان وردت احاديث انه ايه حلية اهل النار، مكروه يعني. لكن عند الشافعية قالوا لم تثبت الكراهة لضعف الحديث، واضح، ولكنه خلاف الاول. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا ازاري، ما عندوش حتى الا ايه الا الازار، يعني نص جسمه بس اللي متغطي، ما حلتوش حاجه خالص الا اللي لابسه. قال له هذا ازاري، اديها ازاري. طب وبعدين؟ هتظهر عورتك. ولكن هذا ازاري، قال سهل ما له رداء، يعني ملوش حتى حاجه لابسها من في الجزء. الرداء ما يوضع على الجزء الاعلى من الجسم، والازار ما يوضع على الجزء الاسفل من الجسم. فقال له هو معاه ازار وملوش رداء. فلها نصفه، هذا ازاري، قال سهل ما له رداء، فلها نصفه، يعني هفك ازاري واصله نصين، وبعدين بعد كده اديها نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء، ما ينفعش يعني. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام وحينصرف، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فامر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القران؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني حافظهم؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، على انك تعلمها يعني القرآن اللي انت حافظه. فدل على انه يجوز تعليم القرآن على ان يكون مهرا. هذا حديث ابن ابي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. لم يأخذ بهذا الأحناف وقالوا أن هذا خصوصية للنبي، لكن لابد أن يكون المهر متمول، ما ينفعش منفعة. يقول الأحناف قالوا إيه؟ أنه ده خاص بالنبي، حادثة حال يعني، لا ينبني عليها حكم. وعن أبي قال وحدثناه خلف بن هشام، وخد منها الشافعية على جواز الإجارة بالقرآن بالمال في تحفيظ القرآن، لأن الإيه طالما اجاز له ان يعلمها القران دل على جواز الاجاره، لانه جعل تعليم القران اجر المهر، فدل على جواز الاجاره لتعليم القران، ده عند الشافعيه والمالكيه. اما الاحناف فقالوا لا يجوز الاجاره على تعليم القران، يعني لا يجوز انه ياخد اجر يعني. يعني معناه أهل القرآن اللي بيعلموا أولاد المسلمين القرآن عند الأحناف المفروض إنهم ما يأخذوا أجر، مش مقابل تعليم، مقابل وقتهم بس. يعني الحاكم يغنيهم، يطلع لهم كده مرتبات، تبقى جهة كده مسؤولة عن تحفيظ القرآن، حكومية مثلا، وأي واحد يحفظ القرآن يأخذ أجره من هؤلاء، من هذه الجهة، يعني يغنوا اهل القران. ده مذهب مين؟ مذهب الاحناف كده. يقول لك وهل تتركوا اهل القران فقراء يتكففوا الناس؟ ده معقول؟ هي دي اخلاق المسلمين؟ يعني المفروض تغنوهم بحيث لا يحتاجوا لاجر. فهمت بقى؟ مش معنى كده ان الاحناف بيقول لك يعني ما ياخدوش حاجه، ما يعيشوش يعني، ما ياكلوش؟ لا، ياكلوا بس من جهه اخرى. فهمت بقى ازاي؟ الشافعيه قال لك لا، يجوز ان ايه؟ ياخدوا ايجاره مقابل تعليمهم تعليم القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مقابل أن يعلمها القرآن، مقابل عقد الإجارة. وعن أبي قال وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد
قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد حا قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له. قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. الأوقية 40 درهم والنش نصف أوقية. النش نصف أوقية يعني 20 درهم. كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، يبقى 12 في 40 ب 480 مش كده برضو؟ زائد 20 يبقى 500 درهم اللي هناك. فهمت بقى؟ عشان كده قال لك في العنوان ايه؟ 500 درهم. جابها من الحته دي. 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. والنواة قالوا ربع درهم وقالوا عشرة ربع دينار وقالوا خمسة دراهم وقالوا عشر دراهم، يبدو أنها وزن معلوم عندهم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. يبقى الوليمة وليمة العرس سنة. الوليمة اللي هو إيه؟ أن يجمع الناس على طعام بسبب العرس، يسموه إيه؟ وليمة. لو جمعهم بسبب طعام بسبب الولادة يسموه خرص. يبقى الطعام من اجل الولاده خرص، ومن اجل الزواج وليمه، ومن اجل الطفل المولود يعني يسموه عقيقه. ولو كان من اجل الحزن يعني اجتمعوا جايين يعزوا في مصيبه فاعطوهم طعام يسموه وضيمه. يبقى الوضيمه ما يعد عند المصيبه من طعام يسموه وضيمه. والنقيعه لما يكون جاي من السفر يوم يعملوا طعام يسموه ايه؟ نقيعة. يبقى النقيعة ما يعد من اجل قدوم المسافر. والوكيرة الطعام اللي يعد من اجل ايه؟ السكن الجديد يسموه وكيرة. يعني سكنت في شقة جديدة يسن انك انت تعمل طعام وتوزعه، هذا الطعام يسمى وكيرة. والمأدبة هو الطعام الذي بغير ايه؟ مناسبة. يعني قابلت واحد صديقي كده واثنين اصدقائي تعالوا ايه مأدوبة الطعام، يبقى ده ايه يعني مجرد ايه التعاملات العادية يعني طعام بلا سبب معين. يبقى عندنا ايه وليمة ووضيمة وكيرة وخرص وعقيقة، وعندنا نقيعة، وعندنا مأدوبة. كل دي اسماء للأطعمة، كل حاجة على حسب ايه معناها. شفت بقى لغة العرب حلوة ازاي؟ طب هات بالانجليزي بقى مقابل لكل واحدة من دي، ما تعرف؟ فتضطر تقولها بالانجلش عقيقة، وتضطر تقولها بالانجلش وليمة. يعني تسميها باسمها العربي لأن مالهاش مرادف انجليزي، مش كده برضو؟ اه مالهاش مرادف انجليزي، معانا احنا عمر اهو يعني يجيد الانجليزية. فمالهاش مرادف، تجد ايه؟ ان اللغة العربية أوسع في المرادفات. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاء. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود حا قال وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا
قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواة، وفي حديث إسحاق من ذهب. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. ونقف على باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.